الفترة اللي فاتت علمتني انه مفيش سقف للطموح، يعني ما كنتش متخيل انه بعد كام سنة شغل ممكن يبقى، على الرغم من يعني برضو المجموعة اللي بتتابعنا برضو الأعداد مش خرافية، بس ده مفهوم وأنا مش متضايق من كده يعني. بس هو مفيش سقف يعني، أنا أعتقد إنه مع الوقت هيبدأ يحصل فيه نوع من الفلترة، والناس اللي بتشاهد هتبدأ إنها يعني هتلاقي محتوى جيد وهتلاقي أشياء أخرى، وهيبدأ مع الوقت الحاجات اللي ليها قيمة أعتقد إنها هتستمر، وممكن في بعض الأحيان ممكن تلاقي الأمور دي بتخرج بره اليوتيوب وممكن تظهر على التلفزيون. يعني في بالفعل الدكتور محمد قاسم مثلا بيعمل برنامج دلوقتي على قناة أبو ظبي، فإحنا في مرة من المرات كنا عملنا فيديو في وقت يعني كان في البيك بتاع الزيكا أوت بريك، واتذاع في برنامج على التلفزيون مصر. فيعني ممكن مع الوقت المحتوى الجيد يبدأ يخرج بره نطاق الإنترنت ويوصل لعدد يعني لا محدود من المشاهدين. فأنا يعني أعتقد إنها مسألة وقت. طبعا المحتوى اللي بيقدم من خلال الناس اللي بتشتغل في التواصل العلمي مش الحاجة اللي بتجذب الإعلانات والحاجات اللي هو البيزنس موديل اللي مبني عليه المشاهدات الكبيرة من خلال التلفزيون، لكن you never know. يعني أنا أعتقد إن الموضوع يعني إحنا نتمنى ناس أكتر إنها تبدأ تهتم بالقصة دي وتبدأ تحاول وتبدأ تجرب، وممكن في يوم من الأيام يعني حتى لو الحاجات دي ما بتوصلش من خلال التلفزيون، أنا أعتقد إن الإنترنت دلوقتي خلاص ما بقتش يعني بقت موجودة في كل حتة، وأعتقد إن الموضوع يعني له مستقبل واعد يعني.